منك انا. وانا كمان. ايوه دكتور، ايوه دكتور، انا ليلى اخت مالك. ايوه استاذه ليلى، ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. المهم طمني عليها. هي انت كنت لسه مكلماني من كام ساعه؟ ما انا عارفه، انا اسفه للازعاج، بس انا الحقيقه قلقان عليها قوي. انا اتحركت من المستشفى وهي كويسه واخدت ادويه الحمد لله. طب هي اخبارها ايه؟ فرحانه، زعلانه؟ اكيد لا، زعلانه. طبيعي انها تكون كده في اول يومين ثلاثه، بس بعد كده بتتعود. فلو سمحتي مش عاوز قلق. طيب يا دكتور، هل ممكن مثلا انا وماما نيجي نزورها؟ اكيد لا، مش قبل اسبوع. اسبوع؟ انت ست متعلمه وقاريه كويس، ما ينفعش اخليك تشوفيها دلوقتي عشان ما اوترهاش اكتر. اوكي يا دكتور، لتشوف. وعلى العموم انا هبعت لك رقم صفيه الممرضه عشان تكلميها وهي تطمنك عليها. بس كل يا دكتور قوي، ربنا يخليك، انا تعبك معايا واسفه اذا كنت بزعجك كل شويه. ما تقوليش حاجه، ربنا معاك. مع السلامه. يلا بقى عشان تاكلي. لا هتاكلي يعني. عمر، هي طالبه معاك تهريج دلوقتي؟ ايه يا حبيبتي، انت محتاجه تضحكي شويه. مش قادره. طيب ملك، ان شاء الله هتبقى احسن. هتشوفي، هتتعود بسرعه، وانتي كمان هتبقي احسن. حبيبتي انتي محتاجه ترتاحي وتفكي كده من الهم اللي انتي شايلاه عشان تعرفي تكملي. تكملي ايه؟ تكملي في دنيتك وتعرفي تشيلي الحمل اللي انتي شايلاه، اللي هو انا جزء منه. طالبه معاك صراحه مش كده؟ اوعي تفتكري ان انا ما اعرفكيش، انا عارفك كويس قوي. اسمعي دي، البحر الهادي ما بيعملش بحرين كويسين. يعني لو الدنيا ما كانتش صعبة شوية ما كانتش هتخلي الواحد قوي كده. وقريتها فين دي بقى إن شاء الله؟ على الفيس كده من كام يوم. المهم أنتي قبطانة جميلة ومزة. مزة؟ مزة. طب وأنت إيه رأيك في الجملة دي؟ بمعنى؟ بمعنى يعني أنت ليه عايز تفضل في البحر الهادي؟ ما تيجي تتجنن معايا. ما انا اصلا معاكي، انت ليه مش عايزه تفهمي انه واحد فنان زيي بمزجته والدنيا اللي هو عايش فيها دي، انه يقرر انه يفضل هنا ويسمع الناس المزيكا بتاعته ويحاول يغير ودن الناس اللي حواليه، كل ده بحر هادي ازاي يعني؟ بحبك لما بتتكلم كده. وانا كمان بحبك. وانا كمان بحبك، بس نفسي تبقى اكتف كده واسرع من كده شويه. طب ما كلمتيش مع نادر؟ لا ما كلمتش. انت ليه كل شويه هتسالني على نادر؟ لا ابدا، انا بسال عادي. لا ما بتسالش عادي يا عمر.